هلا بنطلع طلعوا على هذا السيستم عندي هاي ترانسفير فانكشن. هذا ايش السيستم اللي هون 10 على اس بلس 1 فيرست اوردر سيستم. والتايم كونستنت تبعه قديش؟ واحد. مش 10 10 ايش هي؟ عباره عن مالتيبلاير. بس مالتيبلاير له تايم كونستنت واحد. حطيناه في ديجيتال كنترول سيستم. فهون في عندي ديجيتال كنترولر. انا شايل ديجيتال كنترولر كاني عم بقول ديجيتال كنترولر واحد وحاطط ايش هون؟ سامبلر اللي هي عباره عن ايش؟ كانها A to B converter. بعدين ديجيتال كنترولر واحد وبعدين هون حاطط زيرو اوردر D to A converter زيرو اوردر. وبعدين هون كملنا اخذنا السيستم هون. بعدين عندي H of S بتساوي واحد. كيف بقدر هلا اعمل؟ بدي اطلع ترانسفير فانكشن تبعت السيستم. اول شيء الزيرو اوردر هون احنا قلنا بتساوي واحد E to the minus S T T هي T of S يعني على S. هلا هدول بصيرش اخذ الزد ترانسفورم والزد ترانسفورم واضربهم. ايش لازم اعمل؟ اضربهم الاثنين ببعض. اذا بصير عندي هلا زيرو اوردر هون جي اوف اس بضربهم الاثنين ببعض بصيروا 1 اي تو ذا ماينس اس تي على اس وبقدر ادخل الاس جوا فبتصير عندي 10 على 10 على اس بلس. هلا هون ايش بقدر اعمل؟ بدي بارشل فراكشن. هلا بقدر اعمل بارشل فراكشن اكسبانشن. خلي الواحد e to the minus st لحاله. خليني اعمل partial fraction expansion لعشرة على s plus 1. هذه بتساوي a على s زائد b على s plus 1. بقدر اضرب الطرفين ب s في s plus 1 بصير عندي 10 بتساوي s plus 1 في a زائد s في b. بنعوض s بتساوي 0 شو بتصير عندي؟ a بتساوي 10. وبعدين بعوض s minus 1 شو بتصير عندي؟ b ماينس 10. فبتصير عندي هذا السيستم من هون بتحول بصير زيرو اوردر هول جي او اس بيساوي 1 ماينس اي تو ذا ماينس اس تي. وهون عندي في الداخل بصير عندي 10 على اس ناقص 10 على اس بلس 1. ايش بدي اعمل الان؟ خليني اخذ هذول. هذا راح اخليه برا. راح احول هذول. هلا راح اعمل الزد ترانسفورم منهم. ايش عندي الزد ترانسفورم لعشرة؟ بقدر اطلع العشرة برا. طلع العشرة برا بصير عندي هون واحد واحد. واحد على ايش شو بتصير؟ زد على زد ناقص واحد. زد على زد ناقص واحد ناقص. واحد على اس بلس 1. زد على زد ناقص اي ماينس 1. اي تي. ماينس تي في الوحدة. بعدين عندي هون هذه رح تصير 1 ماينس z to the minus 1 مش هيك؟ 0 اوردر هول g of s. هلا عندي بدخل هاي بتدخل عندي جوا بتصير 1 في z ماينس 1 في عندي 10 مش هيك؟ ال 10 هون وعندي هون هاي خلي ال 10 هون. عندي z ماينس 1 على z ماينس 1 ماينس بدخل هذه هون بتصير عندي 1 ماينس z ماينس 1 على z ماينس e to the minus تي. هاي بتصير 1 ناقص z to the minus 1 z e to the minus t. وعندي هون كلها 10. بعدين عندي بدخل هذه هون بتصير عندي z e to the minus t minus 1 plus z to the minus 1. مضبوط عندي هون. دخلت ال 10 بتروح؟ ال 10 برا. بس في عندي شيء غلط عملناه هون. ايش غلط اللي عملناه هون؟ واحد هاي z minus e to the minus t minus 1 plus z 1 على z minus لازم z على z minus. لما ضربنا وين؟ لما ضربنا هون. لا هدول مظبوطين. 1 على s minus 1 بتصير z على z minus. هاي خلص هون مش هيك؟ مظبوط جيد. فبتصير عندي هذه هون لما بضربها بتصير عندي هذه z minus 1 هاي بتصير. فلما ننزل هون بنصير نفس الشيء. هذه هون z هاي ماينس 1. بعدين لما بجمع هلا هون بتصير عندي تحت z ماينس ماينس t. وبعدين عندي فوق راح تكون z هون عندي ماينس z بلس 1 تساوي 10 1 ماينس e to the minus t على z ماينس e to the minus t. مضبوط هيك؟ فحولنا z ترانسفورم. هذا z ترانسفورم لمين؟ زيرو اوردر هول مع جيرو لهذا البلوك مش هيك؟ فيش بلوكس ثاني اتش اوف اس ما فيش. فاذا بدي الاقي هلا الكلوز لوب ايكوفلنت ترانسفير فانكشن شو بعمل؟ لاحظوا هي هيك صار عندي السيستم هذاك هيك جي اوف زد سمي هاي كلها البلانت يعني هاي اعتبر هاي البلانت وهذه زيرو اوردر هول صارت زي جي اوف زد. اتش اوف اس بتساوي واحد
ايش بقدر بقى اعمل؟ اكس اوف زد واي اوف زد. شو الايكوفالنت ترانسفير فانكشن اللي بتصير؟ جي على 1 زائد جي على 1 زائد جي. اذا صارت عندي هلا ترانسفير فانكشن الجديده او كامل السيستم يعني كلوز تساوي جي اوف زد على 1 زائد جي اوف زد، مضبوط؟ لانه نيجاتيف فيدباك هذه عندي هون بلس. ناخذ هاي بتصير عندي 10 في 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي على زد ماينس اي تو ذا ماينس تي على 1 زائد 10 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي على زد ماينس اي تو ذا ماينس تي. واضرب البسط المقام في ايش؟ زد واحد ماينس اي او في زد ماينس اي تو ذا ماينس تي. فاذا ضربت البسط المقام بصير عندي فوق 10 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي على هون بصير عندي بدل الواحد بصير عندي زد ماينس اي تو ذا ماينس تي زائد 10 ناقص 10 اي تو ذا ماينس تي، مضبوط؟ عندي ناقص اي وناقص 10 بتصير ناقص 9 تي. بصير عندي 10 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي على زد ماينس عندي هاي راح تصير 11 اي تو ذا ماينس تي زائد 10 وهذا عندي هون هذه اف اوف زد. نسأل سؤال سريع وبعدين بنكملها كلها المرة الجاية، بس نسأل سؤال سريع الآن. هذا السيستم إمتى بكون أنستيبل؟ وين البول أول شيء تبعه؟ قديش البول قيمته تبعه؟ إيش تعريف البول؟ نرجع مرة ثانية، شو تعريف البول؟ قيمة زد، هلا هون زد مش اس، قيمة زد اللي بتعمل إيش؟ المقام إيش؟ زيرو. إذا حتى أطلع قيمة هذا البول، هذا إيش لازم يكون يساوي؟ إذا زد بدها تساوي النيجاتيف تبع هذا. إذا البول تبع هاي بيساوي زد، إذا بدنا نحط هون سب كي يعني إنها زد اللي بتعطيني البول بتساوي هاي راح تصير ماينس راح تصير 11 اي تو ذا ماينس تي ناقص 10 هاي راح نتركها هلا هون ونكمل المرة الجاية بنطلع قيمة تي اللي بتخلي هذا السيستم انستيبل.